لاش انا مظبطه، انا بطمن بس. طب خلصنا ده، انتوا واثقين من السواق ده؟ يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. اه عندك حق، يلا بينا. زينا عزينا. شوف يا ادهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعنا، وهو بصراحه كده خلقه ضيق، وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي، الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه. مفيش حكايات ولا حاجه. الله، يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه، ياخد فرقه، يطلع ماموريه. ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه. يعني الحكايه باظت؟ مفيش حاجه باظت. انت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ تهربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلاص يا عم، متخف؟ تهربت ولا ايه؟ متخف؟ خلاص انت هتفضحنا. مخبيات يا حرام، عفينا مخبيات يا ولد. Thank you.
خير يا دكتور. ليه القلق ده؟ العملية سليمة الحمد لله، هو هيخرج على العناية. مفيش زيارة قبل 3-4 أيام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي. تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ أنا لازم أخش أطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي أنت يا هاني، فعلا مفيش داعي لوجودنا. ما أقدرش. إيه يا مدام، يا مدام يا ريت تهدي، والحمد لله إننا اطمنا عليه. اتفضلي يا سعد، اتفضلي يا سعد. أدهم، أنا مش عايز أفكرك بإن المبلغ اللي أنت خدته ده مش شوية، وأي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا أدهم هتشوف أيام ما شفتهاش في أحلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايماً تبقى عند طرف إيدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقله جزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة. الليبي؟ الحقيقة يا دكتور المريضين عملت له عملية بقى ومبهدل الدنيا. انا الليبي وعامل جنب الحاتم. حاسس لجنانك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس ب... حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا اللمب. مش عارفه انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من كيف جاهز. انا نقل حاجه ده منين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت مخ زي ده جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله ده ضمن حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. انا اللمبه، انا اللمبه. ايه؟ هزعل دماغي هتبص كده حاجه. من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فيها.